اللهم
اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عافيت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نسألك اللهم بكل اسم، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به أحدا من عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وأدخلنا به الحلي فأسقنا، ونبعنا برفقك. اللهم بارك لنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اللهم اجعل إخواننا في فلسطين وفي مسجد الأقصى حرا. اللهم اجعل إخواننا في فلسطين حرا من غارات اليهود الدين. اللهم أمنا